بدون شك بأن الكل يبحث عن السعادة. طبعاً نظرتنا للسعادة تختلف من شخص لآخر باختلاف الاهتمامات التطلعات وحتى المجتمعات. البعض يجد السعادة في الأولاد، بعض في المال، بعض في الصحة، البعض في النجاح. اليوم حنقف على التعريف العلمي ونتكلم عن ثيمة السعادة اللي هي شغل الناس أكيد. ويسعدني أرحب بالدكتور فلاح خطاب، رئيس قسم النفسية مستشفى خليفة ومفتش في وزارة الصحة الإماراتية. أهلا وسهلا بك، نورت الظهيرة. صار فترة ها قطعت عنا. نعم فعلا صحيح. طبعا شكرا جزيلا عندنا المقدمة الرائعة، وشكرا للطاقم الشرقية. طبعا انتم دائما تنوعون بمواضيعكم، وهذا الحلو بهذا البرنامج لأنه يعني يسلط الاضواء على شغلات كثيره احنا ممكن ننساها مع يعني زحمه الحياه. واليوم لا، موضوع فعلا جد مهم، كل الناس تبحث عن السعاده. صح. فاليوم خلينا نعرفها بتعريف علمي دقيق. صحيح. السعاده يعني هي مطلب كل انسان. نعم. وحاجتنا للسعاده كحاجتنا للاكل والشرب والنوم، يعني فت حاجه يوميه، وكل انسان يعني احنا كنا نركض ونتعب ونحاول قدر الامكان نوصل لهذه كلمه السعاده. بس كلمه السعاده طبعا تختلف من شخص الى اخر. الى شعور يعني السعاده يعني. بالضبط. يعني اكو ناس يقول لك انا سعادتي انه يصير لي رصيد بالبنك. اكو واحد يقول لك انا سعادتي انه اتخرج من الكليه. نعم. واحده تقول لك انا سعادتي انه اتزوج. واحده تقول لك انا سعادتي انه يصير عندي اطفال. فكل انسان تختلف قيمه السعاده اللي يحس بيها وطريقه الوصول للسعاده. بس عموما هي السعاده الحقيقيه تكمن بالسعاده الروحيه اللي منبثقه من اعماق النفس واللي مبنيه على القناعه والرضا. نعم. يعني القناعة والرضا هنا هي أهم نقطة موجودة في تعريفنا للسعادة الحقيقية. إذا السعادة الحقيقية في السعادة الروحية المبنية على القناعة والرضا. حلو. مختصر مفيد للسعادة. مختصر مفيد. نعم. يعني واحد يقنع باللي مو باللي يعني يقنع بالشيء اللي حققه. يقتنع بالشيء اللي حققه. بالضبط. طيب أكيد لها مقومات. أكيد صحيح. شيل مقومات. طيب بالنسبة للسعادة طبعاً إحنا مشكلتنا بالعلم النفسي لأنه معلوماتنا ضعيفة ودائماً فقرنا بالمعلومات الطب النفسي. الآن الطب النفسي اختلف عن قبل. نعم. يعني قبل كنا بس نريد نشخص المرض ونحاول نلقي علاج له. نعم. لأن هو أصلاً الطب النفسي ما ظهر إلا بالستينات. فلذلك إحنا حديثين عليه. فالآن الطب النفسي اختلف مع تقدم التكنولوجيا ومع تقدم الحضارة وشغلات كثيرة دخلت فيها والسوشيال ميديا. فالطب النفسي الآن مو فقط إنه يشخص المرض ويعالجه، لا، يمنع حدوث المرض. يعني شلون نساعد لقاح الأطفال يمنع مثلا شلل الأطفال والحصبة والجدري؟ نفس الشيء. هسه بالطب النفسي احنا نحاول منع حدوث مرض النفسي. ليش؟ لأنه شافوا إنه إذا منع المشاكل اللي تصير مستقبلا بالنسبة لإصابتنا بالطب النفسي والمصاريف اللي تنصرف على المرضى النفسيين تقل. أكيد تقل. بس الحلو بالموضوع انه شافوا اهم شيء، اهم بروفيلاكتيك بالموضوع، يعني اهم مناعه نوصلها للشخص حتى ما ينصاب بالمرض النفسي هو السعاده. فاذا كلمه السعاده هذه هي مفتاح العلم النفسي الايجابي يسموه. هسه علم النفس الايجابي يدخل في كل العلاجات النفسيه بس قبل ما يصير المرض. فلذلك احنا ناكد على مقومات السعاده هي بعلم النفس الايجابي. نعم. علم النفس الايجابي ينبني على ثلاث شغلات اللي هي الرضا والقناعه. نعم. والتفاؤل. والمسامحه، التسامح. شوف ثلاث شغلات اذا ندمجهم مع نزوجهم مع بعض نشوف احنا نوصل لمرحله السعاده. فلذلك يعني من مقومات الطب النفسي او مقومات السعاده. نعم. هو الاعتماد مفاتيحها واعتماد السعادة. على ثلاث شغلات. حلو. انه القناعه والرضا والتفاؤل. نعم. والتسامح. تسامح فعلا. هاي الكلمه اليوم كبيرة. كثير مصطلح الطاقه الايجابيه متداول والناس طبعاً. الايجابيين متداول يعني تحس هوايه كذا بس. صح. في ما احس في يعني في فهم حقيقي لها، لانه دائما هناك تجيك التظاهر. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي خلت الكل يتظاهرون بالتسامح والطاقه الايجابيه وكذا، في ناس حقيقيين ولكن البعض الاخر حتى يصور، لكن على ارض الواقع هم غير شيء. اريد نعرف انه تاثير السعاده على المجتمع. حلو هذا السؤال. طبعا تاثير السعاده على المجتمع على الانسان نفسه يعني. نعم. يعني ما اقول لك كلام يعني اكسبيرينس مالتي خبرتي ولا كلام بس مجرد انه نقراه بالنت. انا اجيب لك دراسات. نعم. اثبتت انه السعاده تاثر لنا على اول شيء انه تقلل من حدوث الامراض العضويه.
نعم. اوكي السعاده تقلل من حدوث الامراض النفسيه. نعم. السعاده تطول العمر طبعا كل نعرف احنا اعمار بيد الله. نعم. بس شافوا بحوث علميه انه طول عمر الانسان اذا كان سعيد. شافوا انه السعاده تخليك ما تكوني عصبيه وما تغضبين بسرعه وتحاولين تماسكين نفسك في حاله الستريس والضغوطات الكبيره. نعم. شافوا السعاده تحقق للناس اكثر انكم يعني الفلوس اللي تدخل اللي يحصلوه شافوا اكثر. فلذلك شافوا انه الناس السعيدين جنرس اكثر يعني كرماء اكثر وهي حقيقه يعني. شوف انت عمرك شفتي بخيل سعيد؟ مستحيل. بينما الكريم دائما شوفي سعيد يعني حتى لو ما عنده فلوس ويساعد كم درهم يمكن شوفي سعيد اكثر. شافوا دراسات حديثه بالنسبه للنساء السعيدات يتزوجن قبل غيرهن. تلاحظين هاي الشغله؟ ليش؟ لانه الانسان السعيده راح تسعد اللي حواليها فيكون عندها جروب فريندز فيشوفي نفسها تشوف نفسها محببه امام الناس. فشافوا انه نسبه البنات الغير متزوجات السعيدات يتزوجون قبل غيرهم. فشوفي اذا تدخل بكل شافوا الانسان السعيد برودكتيف مور يعطي اكثر منتج اكثر وكرياتيف اكثر ويختلق اكثر. يعني حتى بالشغل دائما اذا اريد انا اوكل شغل لشخص معين وحب اوصل للنتيجه بيرفكت اعطيه انسان سعيد. الانسان بالعكس ما راح يعطيني شيء كرياتيف يعني خلاق يعني. شافوا الانسان السعيد يشوف الصوره بطريقه غير الانسان الكئيب. ليش؟ لان يشوفها بنظره شامله وعامه مو نظرة ضيقة. بينما الإنسان الكيب أو حتى الإنسان مو سعيد يركز بس على الشغلات السلبية. فتشوفين هواية شغلات تأثر على حياتنا وحياة اللي حوالينا. وعلى فكرة طبعا هي السعادة فشي مثل انفكشيس يعني معدي. يعني أنت صوري نفسك تضحكين المقابيض يحس بالفرحة لا إرادية صح بدون ما تحسين. يقول لك نطتني طاقة بالضبط. بالضبط. فهو انفكشيس يعني هو معدي. وعلوان علوان هذا ما معدي انتشر مو صحيح. بالضبط نعم. طيب الأشخاص اللي هم اللي ذكرتهم حضرتك انه يشعون هكذا جو ايجابي ويطون من طاقتهم هم ايضا لهم يعني هم مواصفات معينه؟ طبعا انا ما اقدر يعني اسعد اللي حواليا سوري لا لا ايه تفضل. انا ما اقدر اسعد اللي حواليا اذا ما كنت انا سعيد يعني فاقد الشيء لا يعطيه. فانا لازم اكون سعيد حتى يجوزتي قبل البرنامج تكلمنا عن حاله حاله يمكن اعطيتيني الخلافه بس ممكن بس انا اقول لك عن دراسات علميه حديثه اثبتت انه حتى اكون انا سعيد لازم حتى اسعد غيري لازم اكون سعيد. كيف اكون سعيد؟ اهم شيء لازم نوصل قناعه انه السعاده مو بالمال. هاي نقطه جدا جدا مهمه. سعاده مو بالمال ابدا ابدا. وانا اجيب لكم دراسات يعني دراسه اثبتت امريكيه سايكولوجيست بيك سايكولوجيست يعني عالم نفسي في امريكا اسمه كينزمان. هذا اشتغل 5 سنين على تحقيق السعاده وطلع بنتائج كثيره. طلع بجمله بالاخير انه افتر اور بيسك نيدز ار ميت. شنو معناته؟ يعني احنا نشتغل نوصل لمرحله السعاده بالفلوس بس وراها منو حصل الاكتفاء ما يصير سعاده بعدها. فدرس على مجموعه من الناس لمده 5 سنوات فوصل النتيجه انه هذول الناس ممكن انه يكونوا سعيدين في تحقيق راتب معين انكم معين خلال سنه. بس من وصلوا الى انكم 75,000 دولار بالسنه بعدها ماكو سعاده. خلاص وقفوا عند هذه بعد ما مدى تحقق لهم سعادة. ليش؟ لأنه وصلوا للبيسك نيدز. وصلنا للأشياء اللي نحتاجها إحنا. أنا شريت غير أنه أكل وأشرب ومرتاح. هو خلى بباله أنه السعادة بالمال. طيب مو هي المشكلة. هي يعني أنا والله صدقيني أنا أحكي عن خبرة والله العظيم يجوني ناس. عندي شخص عنده 3 أبراج بدبي. والله يقول لي أنا من أشوف الدريور يضحك أحقد على نفسي. يقول أقول له هذا على شنو يضحك؟ بس دفتين على شنو يضحك؟ يعني راتبه كله كم درهم؟ زين أنا عندي يدخل لي كذا مبلغ بالشهر ما أقدر أضحك هاي الضحكة؟ يقول فديوم راقبته رحت أشوف إيش ياكل. خبز وشاي ويضحك ويا جماعته ومبتسم ويقول أصفا علي وأنا يصفوا لي الأكل قدامي وما أشتهي آكل. زين هاي شنو قيمة السعادة؟ صحيح. إذن السعادة مو بالمال لازم القناعة قلتها حضرتك وإحنا قلناها رضا وقناعة السعادة أنه أساعد غيري. صدقيني شقد ما أساعد غيري وشقد ما أعمل معروف وإحسان أنا أشعر بالسعادة. جربيها في اليوم أنطي 10 دراهم الواحد تشوفيه فقير. وصرف ال10 دراهم على نفسك وين تحصلين سعادة؟ تحصليها من تشوفين فرحة بوجه. صحيح. من تطيع ال10 دراهم ويروح يشتري بها شيء او يساعد اهله بها. قد يكون المبلغ بالنسبه لنا بسيط ولكن بالنسبه إلى فشيء كبير. بس شافوها يعني دراسه علميه شافوها انه هاي المبلغ المادي ما يحقق لي السعاده قدر السعاده اللي حققها من سعادين غيرك بها. صحيح. اوكي.
عندنا شغله المهمه الابتسامه، حتى اذا ما كنت تحسين بسعاده بذاك اليوم حاولي تبتسمي. ابتسامه خاصه بالصباح يعطيش نشاط وحيويه وطاقه ايجابيه، فلازم احنا نكون دائما مبتسمين. يعني برا شوفيهم كلهم مبتسمين الصبح. اجي هنا للشغل الصبح بالمستشفى نادر ما اشوف واحد مبتسم، زين ليش؟ مع العلم احنا مو ماخذين على اساس انه مقاومات السعاده بالفلوس، زين هنا مقاومات اكثر. يعني اني ايرلندا هي ما تعتبر شعب غني، بس من سووا الاحصائيه الاخيره على اسعد شعب بالعالم شافوا الايرلنديين اسعد شعب بالعالم، مع العلم كل شيء ما عندهم. شغله لوخ لازم نتذكرها دائما، انه دائما جريتفول للغير، يعني ثانك يو، كلمه ثانك يو يعني هاي نمتن للمقابل. يعني صح. كلمة thank you احنا يمكن نشوفها شنو هاي معناتها، ما بيها معنى. انا من رحت هناك بلندن بالبداية اذا يسوي لي فلان شيء يقول لي thank you، اذا يطلب مني شيء thank you، اقول شنو هاي معناتها، بس بعدين عرفت شنو معنات thank you. thank you كلمة كبيرة، السحر طبعا مقابلك يرتاح ويشوفيه يحس بسعادة مو طبيعية. نعم. فاذا هواي شغلات احنا ننتبه لها. اكو شغلة الابتعاد عن الغضب، ما اغضب بسرعه. يعني احاول قدر الامكان اتماسك نفسي. ليش؟ لانه الغضب بالعكس يروح السعاده مني. وبعدين راح اشوف نفسي متنرفز فور سمثينج يمكن ما يسوى. يعني انا اقول لك مثال بسيط. ذاك يوم كنت اريد املي بنزين بالسياره، فوقفت على المضخه، فكان اكو ثلاث سيارات، السياره الاولى مشت، سيارتين مشت الاولى، السياره اللي قدامي ما راح للمضخه الاولى، بقى عند المضخه الثانيه. بس المضخه الاولى فاضيه. أيه. واكو سيارتي من الجنب ما اقدر افوت اني. أيه. فدقيت له هورن، فهو طلع عيده سوى لي هالشكل. زين اني صفنت، هذا ما يعرفني ومو بيرسونال دي صار فيه. أيه. هذا الشيء فماكو داعي يعني. بس هي تغث يعني. أيه. هو دايملي واني واقف والمضخه قدامي والمضخه فارغه، يعني هاي مو. أيه. مو كل واحد يقدر يسيطر على نفسه طبعا، وجوز انت مستعجل بالضبط. أيه. فاني اخذت نفس عميق وبطيء، وبعدين شغلت لي ميوزك، وبعدين قلت اوكي يعني هي كل دقيقتين ثلاث اولا راح انزل له كلام مني كلام منه. ممكن يعلي صوته، ممكن اعلي صوتي، ممكن نغلط على بعض، مو راح الانزيمات كلها تصعد، كاتيكولاميوس والدوبامين ماكو داعي. هي كلها خمس دقائق انتظرها بس. هي انا اقول لك تغث، كيف واحد يقدر يسيطر على نفسه بهذا الوقت؟ هي هاي شلون واحد نفس عميق وبطيء، صدقيني من ناخذ نفس عميق وبطيء خمس ثواني الى ثمانية، شوفين نفسك غيرتي القرار مالتك. على فكره هذا القرار ممكن يتغير خلال خمس ثواني، قرار مصيري. يعني ممكن تسوي شغله يعني تتكمين فيها جريمه لا سمح الله، بينما هي نفس عميق وبطيء ما يكلفك شيء، بس راح يغير قراراتك. صحيح. عندنا الشغله الاخرى هي الفريندز، لازم نسوي يعني علاقات اجتماعيه، بس حلقة. لازم نعرف نختار، ولازم ايضا ما نكون شويه متسرعين بانتقاء الاشخاص. لازم شخص مو كومبليننج، يعني مو راح يصادق لي واحد دائما يشتكي او صادق لي واحد دائما كئيب. لا، يعني احاول اساعداني مو معناته ما ساعده، بس ما اعتبره صديق لي كامل بحيث انه اقدر اكون كلوز له. احاول اختار الناس اللي ممكن ظروفهم نفس ظروفي، وضعهم نفس وضعي، بحيث ازيد علاقات الاجتماعيه. الشغلات الاخرى اللي لازم نسويها مثل الرياضه، النوم الصحي. على فكره النوم شافوا دراسه اسمها برايز باسكال، هذا سايكولوجيست ايضا، سوى دراسه على النوم. فشاف انه 900 امراه عندهم مشكله بالنوم. فشاف انه مور اور سليبنج مور هابينس، يعني اكثر ينامون ساعه اكثر ينامون يسعدون اكثر. فقارنها بالفلوس، هم رجعنا الفلوس، لان دائما اعتبر الفلوس هي المقياس الحقيقي. بس هي مو حقيقي مع الاسف، هي مقياس زائف. فشاف انه اذا يحط لهم بالبنك 60,000 دولار، السعاده اللي حققها لهم مجرد تستمر وياهم اسبوع، يعني بينما انيه بالضبط. بينما النوم لمده ساعه يوميه اضافيه تحقق لهم سعاده فتره طويله. فشافوا انه فعلا النوم الصحي او النوم الكافي يحقق لهم سعاده اكثر من غيرهم. طيب احنا هواي شغلات يمكن يعني ما نوعي لها، بس اذا نخوض بتفاصيلها هم نرجع ونقول احنا كل اللي قلناه هسه موجود بالدين الاسلامي، ننتبه عليها. كنا موجود بالدين الاسلامي. يعني احنا اذا تسامحنا وعملنا عمل معروف وصدقنا وابتسمنا، ويعني هاي شغلات، وما كن سريعين الغضب، ويعني هاي نسامح بالضبط. وكلام الناس ايضا ما انتظر من الناس انه يعرفون علي او امشي كلام الناس، لانه اذا مشيت عليه راح اتعب. فدائما احنا ما مسؤولين عن تصرفات غيرنا، مسؤولين عن تصرفاتنا احنا فقط. صحيح. فالسعاده اريد الناس بس يفهموها من باب ثاني.
يعني بس ما راح اطيل عليك بس اقول لك حادثه بسيطه او هو فالطرفه يمكن حلوه. احنا برمضان نلعب شو اسمه محبس تعرفين ف يعني احنا عائلتين عائله وعائله ثانيه بدنا نلعب محبس برمضان على مود بالاخير يعني قاعده حلوه عائليه وهذا فصينيه كنافه انه هو اللي يخسر يشتري صينيه كنافه بس عسري ما طول عليه. لا لا اخير شيء وصلنا نقطه 9-9 يعني متعادلين اوكي يعني النقطه الاخيره هي حاسمه فهم المحبس كان عندهم عائله ثانيه عراقيه فكنا دا نلعب بالبيت فدي يختلون المحبس فتدرين بطانيه يخلونه ما اعرف شنو فابني شاف المحبس فمن خلصوا بدينا قال له عمو انا شفت المحبس انا اتعجب قال له ممكن تعيدها يعني قال له يعني كان ممكن انه كان ممكن يفوز انه ناخذ صينيه الكنافه يعني فاجا هذا قال لي اقول لك ابنك يا اما غشيم كثير يا اما امين كثير قال له لا عمو انا اريد بس احس بمتعه الكنافه من اكلها يعني يحس انه هو اخذها عن تعب وعن جهد مو بتلاحظين يعني الجمله اللي قالها هاي منين تنبني يعني ما علمتها هذا الكلام هاي تنبني من سكول من المدرسه من الصغر يعلموهم على الامانه والصدق وعدم الكذب هاي نقاط مهمه احنا لازم ننتبه لها مع الاسف نسيناها يكون صادق بالضبط يكون صادق وامين صادق وامين يعني واحنا نعتبرها في مرات فهله واللي يحكي كثير وينافق يحصل اللي بس والله اللي حصل مراده ما يكون سعيد صدقيني صحيح. اذا كان باني على طريق نفاق وطريق دجل وضحكه وشقة ونكات مو هالشكل حياه ابدا مو هالشكل يعني احنا نقول السعاده لغز لكن مع كلام حضرتك لا مفاتيحها بسيطه طبعا بس احنا يرادلنا انه كل فتره ننتبه على اشياء فعلا. ونغير اشياء صح. يعني هي هاي الاساس اليوم نعم. ان شاء الله هذا كلام حضرتك يكون وصل ان شاء الله بس ما ننسى وصل لا ما ننسى اليوم يعني نبدي 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 وانا اشكر حضورك اليوم دائما الكلام ممتع مع حضرتك واني اشكرك شكر خاص لانه عرفت انه الوالده بعافيه شويه اي نعم لكن مع ذلك انه انت جيت وحضرت وبالك مشغول معها اتمنى لها الصحه والسلامه وان شاء الله تسمع خبر حلو يعني نتفائل بالخير مو صحيح دكتور ان شاء الله لا تدمع احنا هسه حكينا فسلامنا لها وان شاء الله تشوفنا وممنونه لحضورك اليوم شكرا.